شبك ولا شبك؟ تركني بدي انتحر. يا ليش بدك تنتحر؟ عندي مشكلة مع نفسي. لا هي فلزة كبدي، لا هي حبيبي انت، لا هي عيوني، ما في ولا مشكلة ما لها حل. انت قلي شو مشكلتك وانا بحل لك اياها وحياة ابوك. طب اسمعني، اتزوجت سيدة أرملة عندها فتاة مراهقة، لما بلغت الفتاة سن الرشد شافها أبوي، حبها ابن الملعون، اتزوجها، فصرت صهره لأبي، كما أنه أبي صار بمقام زوج بنتي، ثم أنجبت زوجتي ولد لإلي، بما أنه ابني هو أخو زوجة أبي اللي هي بمثابة خالتي، صار ابني يعد خالي أيضا، وحدث أنه وضعت زوجة أبي طفلا يعد أخي من أبي، وفي الوقت نفسه هو حفيدي لأنه حفيد زوجتي من بنتها، بما أنه زوجتي صارت جدة أخي فهي بالتالي جدتي وأنا حفيدها، وهكذا أصبحت أنا زوج جدتي وحفيدها في الوقت نفسه، ونظراً إلى أن جدة أخي فأنا أصبحت أيضاً جد لأخي، وبناء عليه اكتشفت أني أصبحت جد نفسي أو حفيد نفسي كمان. خلص اقفز، اقفز ريحني منك ومن اخبارك ومن مسلسلاتك، اقفز يلعن ابو ابوك.